أم كلثوم عندما ولدت في يعني في ذهنها فكرة حفلات المجهود الحربي كانت تفكر بأنه نوع من التكريم لكل العواصم التي تذهب إليها أن تغني غنوة لشاعر غير مصري، وده كان جزء من مشروعها في استعادة العروبة. وكانت المكافآت تتمثل في أنها عندما تذهب إلى سوريا لدمشق تغني أشعار نزار قباني، عندما تذهب إلى لبنان ذهبت إلى شاعر هو جورج جرداق. عندما وجدت صدى رهيب لحفلتها في السودان فكرت كيف يمكن أن تكافئ هذا الشعب العظيم. ذكر الأستاذ الهادي آدم رحمه الله أنه قرأ أن السيدة أم كلثوم قررت أن تغني لشاعر سوداني واختارت ثلاثة أسماء كان من بينها الهادي آدم. الأستاذ الهادي آدم من عشاق صوت الكوكب الشرق أم كلثوم، وكان يعتبرها أفضل مغني في العالم وإن لم يكن في التاريخ من وجهة نظري هو على الأقل. بالتأكيد غناء السيدة أم كلثوم لأي شاعر هو يعتبر شرف كبير، وكان يتمناه بالتأكيد الأستاذ الهادي. في العام 1969 تلقى الأستاذ الهادي آدم اتصال من مكتب وزير الثقافة السوداني الأستاذ عمر الحاج موسى رحمه الله ذاك، وأبلغوه أن السيدة أم كلثوم ترغب في أن تكالمه أو أن يتصل بها تلفونيا، وتم التنسيق بالفعل واتصل عليها وطلبت منه الحضور إلى مصر للتنسيق معها ومع الدكتور محمد عبد الوهاب الذي تقرر أن يقوم بتلحين الأغنية. زار القاهرة وفي منزلها اجتمع معاها هي وموسيقار محمد عبد الوهاب، وابتدى يستجيب لطلباتهم في تعديل بعض الكلمات في أبيات القصيدة قد لا تكون مريحة في التلحين للموسيقار محمد عبد الوهاب، وأيضا بعض الألفاظ اللي ممكن ما تكونش مريحة للسيدة أم كلثوم في الإلقاء أو في الغناء. قصيدة أغدا ألقاك كتبت في العام 1948 حسب ما ورد في ديوان كوخ الأشواق. التغيير بدأ حتى في اسم القصيدة نفسها، لأن القصيدة في الديوان اسمها الغد، وتحولت بعد ذلك إلى أغنية غدا ألقاك وهو مطلع القصيدة. والشاعر قام بحذف أبيات بالكامل وإضافة أبيات جديدة تماما وعدل على بعض الأبيات. لم يوجد شاعر لم يقدم تنازلات لأجل أم كلثوم، كان الشاعر يعرف أن أم كلثوم هي مدخل لخلوده إلى الأبد. في العام 1970 توفي الزعيم جمال عبد الناصر، وأيضا تعرضت السيدة أم كلثوم لوعكة صحية كان لها سبب في تأخير إخراج القصيدة إلى الناس بدرجة أو بأخرى ما يزيد على عام ونصف. رأت الأغنية النور في الخميس الأول من مايو عام 1971 وتم غناءها في سينما قصر النيل. هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر.